بنرحب بحضراتكم. الفقرة دي معانا فيها مش ضيف، معانا فيها بطل. البطل ده بيمارس او بيلعب رياضة اسمها البوتشا. ايه البوتشا؟ هي رياضة جديدة بتحقق احلام ابطال الشلل الدماغي في لعب الكرة. هي بتعيد الامل، خلينا نقول، ليهم تاني في اللعبة. الهدف منها كمان كبير، وهو التوعية باهمية الجانب الانساني الى جانب طبعا المنافسة الرياضية. وحاجة جميلة قوي ان احنا نشوف كده يعني ناس ملايكة، خلينا نقول ناس في المجتمع أنا بشوف إن هم كتير بنشوفوا، الدولة بتشوف إن هم يعني لهم أهمية، أو يعني ناس فاعلة في هذا المجتمع، مش مجرد كده فيها إحنا بنعطف عليها. الكلام ده ملغي تماما، الكلام ده مش موجود في حساباتنا. الناس دي ناس محترمة، وناس كمان زي ما أنا ابتديت حلقتي أبطال. خلينا نرحب بأبانوب وحيد إسحاق، هو لاعب البوتشا. وصباح الخير الأول يا أبانوب. صباح النور، أهلا بيك. ومحمود، أستاذ محمود بيومي، المدير الفني لمنتخب مصر. صباح الخير يا دكتور على حضرتك. اهلا بيك. انا يعني هبدا برضو تاني او هكرر تاني واقول احنا معانا بطل هو لاعب للبوتشا، بس هبدا مع حضرتك ونعرف الاول ايه لعبه البوتشا، لان مش اعتقد مش كل الناس فاهمه عن اللعبه او حتى عارفه او سمعت عنها قبل كده. هي لعبه البوتشا دي لعبه مكونه من كور جلديه ليها وزن معين 275 جرام. اللعبه دي معموله لاشد انواع الاعاقه. الولاد اللي بيبقى عندهم شلل دماغي او اصابات في العمود الفقري او بتر في الاربع اطراف، ما بقاش في العاب كتيره ليهم، فاللعبه دي اتعملت مخصصه ليهم. يعني لو ولد عنده الاربع اطراف فيهم شلل ارتخائي او تشنجي او تصلبي، ما بيقدرش يعمل اي نوع من انواع الرياضه. فاللعبه بتجهز له امكانيات تخليه يمارس رياضه، بمعنى ان هي بتجهز له مثلا مساعد للاعب بيبقى قدامه، وفي رامب او منحدر بيتحط له ويتحط عليه الكوره، بس لازم اللاعب هو اللي بيلمس الكوره ويخليها تمشي في الاتجاه الصحيح بطريقه. بنجيب خوذه وفي طالع منها زي اريال، بيلمس بس بيها الكوره على حسب، يلمس بس تاتش بتاع الكوره. اللعبه بقى عباره عن ايه؟ عن ست كور حمراء وست كور زرقاء وكوره من نفس الخامه اسمها الجاك البيضة. بتتلعب في ملعب طوله 12 متر ونص في 6 متر. بتتلعب فردي وزوجي وفرق. الهدف من اللعبه او استراتيجيه اللعب ان انا بقرب كوري من الكور، من الكره البيضاء اللي هي الجاك، وابعد كور الخصم. فبرمي الكره الحمراء مثلا بتترمي الاول، وبعد كده بيرمي الازرق، والحكم بيبص مين الاقرب للجاك البيضاء، الاقرب اللي هي الكره البيضاء الجاك، يبتدي يبص لها ويشوف الاحمر اقرب ولا الازرق اقرب. لو الاحمر اقرب ويبقى هو الكسبان والازرق هو البعيد، فيبتدي يلعب الازرق تاني لحد ما الست كور يخلصوا بتاعت كل لاعب. يبتدي بعد كده الحكم يدي الشوط ده لمين؟ لاقرب كره للجاك. لو كره حمراء وبعد كده كره زرقاء يبقى النتيجه 1-0، لو كورتين حمر يبقى 2-0، وهكذا. يعني هي ليها قواعد، والقواعد دي بقى طبعا بيتدربوا عليها وبيحفظوها. يعني أبانوب، خلينا نعرف منك انت بقى، احكي لنا يعني اولا بدايتك ازاي، وامتى ابتديت تتدرب بوتشا، وايه اللي حببك كمان فيها؟ هو بدايتي في البوتشا كانت مع دكتور محمد. انا اساسا بلعب بطل جمهوريه في السباحه. فكنت بلعب بطل جمهوريه في السباحه. ما شاء الله. فكنت بلعب، كنت في تمرين في الميه في النادي، وبعد كده دكتور محمد ندهني قال لي بعد التمرين ما تمشيش. خدني فرجني على فيديو عن اللعبه. هو اساسا دكتور محمد هو اللي مدخل اللعبه، يعني هي اللعبه تاريخها يرجع ل 1984، بس دكتور محمد هو اللي مدخلها مصر. فشرحها لي، فحسيت نفسي، لقيت نفسي فيها. يعني انا بقدر اتحكم بايدي كويس وبقدر انشن، فهي بتعتمد على التركيز وعلى الدقه. فجربت فحسيت نفسي عجبتني، يعني شدتني، والمنافسه فيها حلوه، واحنا بطبيعنا الرياضيين بنحب المنافسه الشريفه يعني. ايوه. وبطلت سباحه بقى؟ لا، بلعب سباحه برضه. برافو عليك، برافو عليك. بس بتحب انهي اكتر؟ بصي، كل واحده فيهم بتشدني في حاجه. يعني الميه لما بكون نفسيا متضايق بنزل الميه كده بحس نفسي يعني فريش، اهدى. لكن كل فيهم حاجه بتميزها بحاجه. البوتش بحس ان انا مركز اكتر وحواسي شغاله اكتر، لاني عيني شغاله وعقلي وايديا. حلو جدا.
طب وبنتكلم بقى ان احنا عندنا ابطال مش لعبه بس هواه، يعني منتخب مصر المفروض حسب معلوماتي حصد على 3 ميداليات قبل كده، فخلينا برضو نعرف الرحله، يعني زي ما ابانوب بيقول هي من 84 موجوده عندنا في مصر حضرتك. لا هي موجوده في الاولمبيات من 84. تمام حضرتك. لكن احنا في مصر هنا دخلناها من سنتين. من سنتين. لانها لازم تدخل عن طريق الاتحاد. فابتدى اتشهر الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي، ومن ضمن الخمس العاب بتوعه رياضه البوتش. الرياضه دي لما ظهر الاتحاد كنت انا مجهز اولاد بحيث ان هم بدربهم عليها، وكنت اكتسبت المعلومات من النت وجبت التاريخ بتاعها وجبت القانون وترجمته وابتديت ادرب الاولاد عليها لحد ما الاولاد فهموا اللعبه ايه. فلما اتشهر الاتحاد ابتدينا نعمل بطولات رسميه فيها. فلما اتعمل بطولة رسمية ابتدت أعداد كتيرة تشارك معانا وابتدينا نختار منتخب مصر. بالفعل بعد سنة اخترنا منتخب مصر، كان مكون من 10 لاعبين وكان أبانوب من ضمنهم. وسافرنا بفضل الله تونس في البطولة العربية الإفريقية وحققنا 3 ميداليات ذهب وفضة وبرونز في كلاسات مختلفة. حلو جدا. طب أبانوب شعورك ايه بقى كده وانت يعني حاصد للميداليات وللبطولات والبيت عندك بيشجعك ازاي والناس بتبقى عارفاك وانت ماشي ولا؟ خلينا نخش على الجانب ده. بصي هو شعور في حد ذاته وانت لابس تيشيرت منتخب مصر. ايوه ده شعور مختلف طبعا. يعني الكلام حاجه بس يعني وانت جوه داخل الملعب يعني صحيح. احنا انا نازل يعني من اول ما ركبنا الطياره كلنا عندنا طموح، احنا رايحين نعمل حاجه، هنجيب ميداليه، هنرفع علم مصر. الله عليك. رغم الصعوبات اللي واجهناها يعني ضعف الامكانيات وضعف الموارد وصعوبتنا في الحركه والتنقل، بس انا يعني كلنا كنا رايحين فتره المعسكر كلنا مركزين ان احنا هنعمل حاجه رغم كل الصعوبات دي. بس هو الواحد يعني ممكن يكون بيزعل شويه لان مش لعبه بيبقى مهدور حقها سنه في هنا داخل مصر. بس بشوف يعني الدول العربيه مهتمين بيها كويس قوي، واحنا قدرنا في فتره قليله ننجز نعمل حاجه كويسه. فبالطموح وبالاراده يعني نقدر نشتغل. كان نفسي يعني نطلع نجيب يعني لو كان في معانا عدد لعيبه اكتر من كده كنا رفعنا اسم مصر اكتر من كده. تمام. تتدرب او تتمرن قد ايه؟ كم ساعه في اليوم في الاسبوع كمان؟ لا واحنا بنتمرن يوم الاربع من 6 ل 8 البوتشيا. بس لما بيكون عندنا بطوله بنتمرن حوالي او من 3 مرتين ل 3 في الاسبوع، بجانب طبعا السباحه مرتين في الاسبوع. ايوه حلو جدا. وانت أبانوب طموحك ايه بقى؟ يعني حابب ايه يعني دلوقتي قدام تحققه في الرياضه وعلى المستوى الشخصي كمان؟ هو انا في الرياضه نفسي اللعبه تنتشر يعني لكل ذوي الاحتياجات الخاصه، ونفسي الانديه الكبيره يعني بناشد وزير الشباب والرياضه ان الاهتمام باللعبه شويه، ان اللعبه دي دكتور محمد عمل فيها مجهود كويس، واللعيبه بتاعه ذوي الاحتياجات الخاصه او فئه الشلل الدماغي بالخصوص حاسس ان هم مهدور حقهم شويه في الرياضه. فنفسي يعني يحصل دمج حقيقي في المجتمع، مش دمج يبقى دمج فعلي يعني دمج على ارض الواقع. ملموس يعني عايز تقول. ان احس واحنا رايحين على يعني رايحين تمرين المنتخب حد بس يقدر يوفر لنا عربيه نخش بيها تمرين المنتخب، نقدر نتعامل بطريقه كويسه. هو ده اقصى طموحي، ونفسي ارفع علم مصر طبعا في طوكيو. حاسس ان انا لو عملتها يعني خلاص مش انا مبسوطه جدا يا دكتور محمد من الطموح والطريقه. كمان أبانوب عنده حماس شديد جدا وعنده خطه وراسم يعني مشواره كمان في الرياضه، فخليني اسمع من حضرتك كمان اكتر. وفكره هنا الدعم النفسي، لان اعتقد دي حاجه مهمه جدا. البني ادم دايما عايز يحس ان هو بينجز في حياته، احساس ان هو زي ما بيقولوا كده محلك سر، او انا ما بتقدمش خطوه في حياتي لاي ظروف إن كانت، دي قاتله. فقد ايه بقى ده انعكاسه على النفسيه وعلى الحياه الانسانيه بقى او الشخصيه كمان؟ انا هحكي موقف بسيط في اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده. عندي ولد شلل تشنجي. الشلل التشنجي ده ما بيقدرش يتحكم في اعصابه خالص، بيبقى فيه اشارات من المخ بتدي على طول العضلات حركات تشنجيه في ايديه ورجليه. فالولد ده كل حاجه اهله بيعملوها له، من اكل لشرب لحموم لحمام لنوم، لدرجه ان هو وهو بيتقلب على السرير لازم اهله يقلبوه، ما ينفعش هو ما عندوش المقدره ان هو يتقلب. ربنا يشفيه. فتخيلي لما يبقى ولد مثلا في ثالثه اعدادي وما عندوش المقدره على الحاجات دي كلها. فبتكلم معاه فبيقول لي انا عايز اروح لدكتور نفساني. قلت له ليه؟
قال انا ماليش اي فايده في المجتمع، انا مش فعال، ما فيش اي حاجه خالص، واهلي بيعملوا لي كل حاجه. قلت له لا ما تزعلش، احنا في رياضه جديده متخصصه ليك، والرياضه دي هتلاقي نفسك فيها وهتشوف. ورحت بالفعل مشغل يوتيوب وجبت له اللعبه. اول ما شاف حاله زي حالته بالظبط بتلعب وبتمارس، الولد والدته بتقول لي ما نامش طول الليل وبيفكر طول الوقت في اللعبه وعايز يشارك فيها. وبفضل الله اول بطوله كان معاه 4 في نفس الكلاس بتاعه اللي هو اصعب كلاس، وخد مركز اول عليهم. فتخيلي الاهتمام وحالته النفسيه ارتفعت جدا، ما كانش عايز يروح المدرسه بقى يروح المدرسه، ما كانش عايز يخش الامتحانات دخل الامتحان ونجح. فطبعا رفعت معنوياته جامد جدا، وحس ان هو ليه دور كبير في المجتمع وفعال. فدي طبعا غيرت الناحيه النفسيه بتاعته خالص من اتجاه لاتجاه تاني. غير بقى نقيس بقى على كده حاجات كتير، عندي واحد تاني عنده حوالي 48 سنه ما مارسش رياضه نهائيا. 48 سنه عنده الشلل الارتخائي، ما مارسش رياضه خالص، واول مره يسمع عن اللعبه لما عرف ان احنا بنلعبها جالي النادي وقال لي انا عايز اتمرن والعب اللعبه دي. انا ما لعبتش لعبه خالص في حياتي لان انا ما عنديش امكانيه ان انا احرك لا ايد ولا رجل، هو بس بيتكلم فقط لا غير. فبالفعل شاف اللعبه ولقى ان في امكانيات، وابتدى يجتهد جدا ويعمل لنفسه رامب ويصنع الرامب ده ازاي، لان احنا المشكله عندنا في الادوات بتاعه اللعبه مش متوفره في مصر ولازم نجيبها ومبالغها عاليه. يعني حضرتك تخيلي طقم الكور ده 13 كوره، 6 حمراء و6 زرقاء، والكوره الجاك دي عاملين 400 يورو. الرامب لوحده عامل 1800 يورو. فطبعا مبالغ كبيره جدا، واحنا مش عندنا امكانيات احنا بنستخدم كل ده كور بديله. يعني كل استخداماتنا في الادوات اللي موجوده حاليا في مصر كلنا بنستخدمها. بس دي ممكن تاثر بقى لو شاركته في اي بطوله بقى دوليه، صح كده؟ طبعا بتاثر علينا جامد جدا. احنا لما سافرنا تونس في ولد معايا كان تصنيفه بي سي 1. بي سي 1 ده يعني هو عنده المقدره ان هو يلعب الكوره برجله. فالمصنف الدولي لما شافه في عندي في الملعب خط في، الخط الفي ده لازم الكره تعديه اكتر من مره. فهو ما عندوش الامكانيه ان هو يشوط الكره برجليه عشان خاطر يصوب على الجاك. فقال لي لا ده مش هينفع يلعب بي سي 1، لازم يلعب بي سي 3 اللي هو يستخدم منحدر ويستخدم. ودي عايزه كانت امكانيات اكتر يعني. عايزه امكانيات اكتر. بالفعل هناك قدرنا نوفر رامب من ناس موجوده معانا ودونا الرامب نشارك بيه في البطوله، لان احنا ما كانش معانا الرامب اصلا. فدي حاجات احنا محتاجينها هنا. فاحنا بنسعى ان في حد يساعدنا بالامكانيات. يعني بصي ده في تونس البطوله اهي، والرامب اللي احنا جبناه. فدي نقط بقى مهمه جدا، ان احنا نفسنا حد يساعدنا بالادوات واهتمام باقي الانديه بالادوات. هو الاتحاد ايه وضعه في الاتحاد لسه مشهر جديد، فامكانياته الماديه مش لسه ما فيش امكانيات يعني. فاحنا بنتكلم ان احنا عايزين داعمين مثلا من سبونسرز او رعاه يعني. يرعوا. وكمان في نقطه مهمه جدا بالنسبه للاولاد، حركات التنقل بتاعتهم صعبه جدا. مثلا لو ولد بيروح يلعب كوره مثلا او اي لعبه تانية عادي بيركب اتوبيس بيركب ميكروباص بيركب اي حاجه سهل، لكن بالنسبه لهم هم لازم تاكسي ولازم وسيله مواصلات معينه يركبها. فتخيلي مثلا تكلفه التمرين الواحده هتكلف على ولي الامر قد ايه، فده بيعمل عزوف من اولياء الامور. انا متفهمه جدا نقطه حضرتك، واعتقد هم اولى يعني ناس بالدعم يعني لو هنتكلم على النقطه دي. طيب هل في حديث مع الاتحاد ان ربما سيتم توفير، لان ده يعني عايزين نعرف الخطه المستقبليه حتى، ولا الكلام ان حاليا لا ما فيش خطه كمان مستقبليه؟ لا هو الاتحاد بيستنى دعم او سبونسر زي ما حضرتك قلتي، وللاسف لسه لحد دلوقتي ما فيش سبونسر جه للاتحاد يدعمه في الحاجات دي كلها. طيب انا عشان الوقت بيخلص ابانوب، انا عايزاك انت بصفتك يعني بطل كمان في البوتشيا، انت توجه رساله لاي شخص حابب ان هو يكون داعم. انا بتكلم بجد، لان الرساله تيجي منك انت احسن ما تيجي من شخص ملوش علاقه شويه. فانا هختم معاك طبعا، نورتنا دكتور محمد. ابانوب نورونا ونموذج جميل جدا، كل التوفيق. وانت بقى خليك تختم انت مع الكاميرا لرساله لاي حد حابب ان هو يكون راعي لي. هو ممكن رساله وشكر؟ اتفضل. طبعا عايز اوجه رساله للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه يهتم بفئه الشلل الدماغي شويه. هو انا عارف ان هو بيلعب ذوي الاحتياجات الخاصه كتير. بالظبط. واحنا حسينا باختلاف في عصره، ودي حقيقه يعني ما نقدرش ننساها يعني. فعايزين دعم شويه في الادوات الرياضيه لذوي الاحتياجات الخاصه ولذوي الاحتياجات الخاصه بشكل عام.
ويا ريت نوفر وسيله مواصلات. احنا اقصى طموحنا حاجات بسيطه. بص للكاميرا هنا يا بنوب احسن. احنا اقصى طموحنا حاجات بسيطه، حاجات مشروعه، نفسنا بس نرفع علم مصر، توفير امكانيات بسيطه يعني زي وسيله مواصلات او ادوات للرياضه. ده اقصى طموحنا عشان نقدر نمثل مصر بطريقه يعني تقدر تبقى مشرفه لاسم مصر يعني. جميل. وفي اخر حاجه عايز اوجه رساله شكر للجندي المجهول في كل اللي احنا بنعمله ده، اولياء الامور. ايوه. وبشكل خاص والدتي، لان هي فعلا تعبت معايا جامد، وجزء يعني من 80% من الميداليات اللي حصلتها هي ليها جزء كبير فيها. وعايز اوجه الشكر للابطال، كابتن وائل الجزار، كابتن عبد الرحمن، كابتن اسلام، زملائي كلهم افضل مني يعني، ولدكتور محمد بيومي يعني، وللاتحاد بشكل عام. انا هضم صوتي لصوتك، وتحديدا كمان في الخاص بوالدتك، الشكر خاص بوالدتك. حقيقي هو زي ما بنوب كده كان بيقول، هم الجندي المجهول في اي قصه نجاح يعني. فربنا يخليكم لينا يا رب، ودايما تكونوا واقفين كده معانا. شكرا ليك يا بنوب، وكل التوفيق ان شاء الله.